رأس صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم بقصر القضيبيه وفي بدايه الاجتماع اشاد المجلس بنتائج القمه التي جمعت حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهوريه مصر العربيه الشقيقه و واهميتها في تعزيز التعاون وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك والتطورات على الساحتين الاقليميه والدوليه والتحديات المشتركه التي تواجهها المنطقه العربيه ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة الدفاع البحرين مهنيا المجلس منتسبي قوه الدفاع بهذه المناسبه ومشيدا بما وصلت اليه قوه دفاع البحرين من جاهزيه بفضل الرعايه الملكيه الساميه عززت من دورها في الدفاع عن الوطن بعدها استعرض المجلس مستجدات الاوضاع والتطورات على الساحه الدوليه حيث اشار الى ان مملكه البحرين كما اكد جلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه اختارت السلام نهجا والحوار خيارا استراتيجيا وملتزمه بحسن الجوار والاحترام المتبادل والعلاقات المشتركه ومحاربه فكر التطرف والكراهيه بما يحقق الامن والاستقرار والازدهار لصالح الشعوب وحل النزاعات بالطرق السلميه من خلال تركيز وتكاتف جهود المجتمع الدولي لاحلال السلام الدائم والشامل والالتزام بمبادئ ميثاق الامم المتحده بعدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول وتسويه سلميه للازمات في اطار تعزيز التعاون الدولي إلى ذلك أكد المجلس على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بمواصله التوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديله وتكليف سموه وزاره الداخليه بان يتوازى معه البدء في تنفيذ برنامج السجون المفتوحه خلال الاشهر القادمه بما يكفل تعزيز الاستفاده من البرنامجين وما يهدفان اليه من غايات نبيله للفرد والمجتمع وذلك في ضوء استعراض مذكره معالي وزير الداخليه بهذا الشان حيث اشاد المجلس بجهود وزاره الداخليه ووزاره العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف في هذا الجانب بعد ذلك قرر مجلس الوزراء بمناسبه اليوم الرياضي لمملكه البحرين ان يكون يوم الخميس الموافق للعاشر من فبراير نصف يوم عمل في كافه الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكوميه لافساح المجال امام العاملين فيها الى المشاركه في فعاليات اليوم الرياضي بما يكرس دور الرياضه كثقافه مجتمعيه مؤكدا المجلس على اهميه اتباع الاجراءات الاحترازيه بما يضمن صحه وسلامه الجميع ثم ادان المجلس بشده اطلاق ميليشيا الحوثي الارهابيه صاروخ باليستي باتجاه دوله الامارات العربيه المتحده الشقيقه مؤكدا دعم مملكه البحرين لكافه الاجراءات التي تتخذها دوله الامارات للحفاظ على امنها واستقرارها وسلامه اراضيها بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل المادة السادسة عشرة من النظام القانون الموحد للجمارك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشان الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه مذكره سعاده وزير المواصلات والاتصالات بشان مذكره تفاهم فني متعدده الاطراف بين سلطات التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات للدول الاعضاء بمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا تحت اطار اليه التعاون الاقليمي للتحقيق في حوادث الطائرات وتهدف المذكره لتعزيز التعاون بين الاطراف وتبادل الخبرات لجعل التحقيق في حوادث الطائرات اكثر فاعليه واستخدام النتائج في بحوث تحسين سلامه الطيران. مذكره اللجنه الوزاريه للشؤون القانونيه والتشريعيه بشان رد الحكومه على ثلاثه اقتراحات برغبه مقدمه من مجلس النواب. ثم استعرض المجلس الموضوع التالي: مذكره سعاده وزير المواصلات والاتصالات بشان ابرز الانجازات المتعلقه بتسجيل وترخيص السفن الصغيره والتي اظهرت تقديم ثمانيه عشر خدمه خلال العام 2021 وواحد والتحول الالكتروني لكافه الخدمات المقدمه بحلول يونيو الفين بعدها اخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزاريه المرفوعه من اصحاب السعاده الوزراء بشان المشاركه في الاجتماع التشاوري لوزراء خارجيه الدول العربيه والمنتدى العالمي للاغذيه لعام 2022 والمشاركات الخارجيه للوزراء وزيارات الوفود الاجنبيه الى مملكه البحرين لشهر فبراير 2022.